الآن تابع وزير الإسكان عاصم الجزار خلال اجتماع مع مسؤولي محافظة القاهرة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث مسبيرو، وأشار الجزار إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومي الهام، والذي يعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضري، ما سيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير. يذكر أنه تم البدء في أعمال تطوير منطقة مثلث مسبيرو انطلاقا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها، خاصة وأنها مصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية. أكد وزير السياحة والآثار خالد العناني أن الدولة المصرية تعمل حاليا على عودة السياحة قريبا إلى أرقامها قبل جائحة كورونا، وأشار العناني خلال مشاركته ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في جلسة نقاشية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أشار إلى أن مصر أظهرت مرونة في التصدي والتعامل لعدة أزمات سابقة شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين. ومن جانبها أشارت السعيد إلى الدور المهم الذي يلعبه قطاع السياحة في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل عدة في مختلف أنشطة القطاع أو في الأنشطة والقطاعات المرتبطة والمتداخلة معه، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي وتحقيق زيادة كبيرة في عوائده. أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام توقيع شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة عقد إنشاء أكبر مصنع غزل على مستوى العالم بالمحلة الكبرى. وأوضحت الوزارة في بيان أن المصنع يقام على مساحة حوالي 62,500 متر مربع، وتستغرق الأعمال الإنشائية له نحو 14 شهرا بتكلفة 780 مليون جنيه. يذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديثا كاملا في الإنشاءات والآلات التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، وتطويرا شاملا في نظم الإدارة والتسويق والتدريب. قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن ما تشترطه الولايات المتحدة من انضمام دول أخرى إلى معاهدة ستارك 3 يجعل تمديدها غير قابل للتطبيق. وأضاف ميدفيديف أن روسيا على استعداد لتمديد سريان هذه المعاهدة بدون أي شروط، في حين أصرت الولايات المتحدة على انضمام دول أخرى إلى المعاهدة. يذكر أن الولايات المتحدة تصر على انضمام الصين إلى المفاوضات الروسية الأمريكية حول تمديد معاهدة ستارت 3 الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والتي أصبحت سارية المفعول في عام 2011، ولكن الصين أعلنت أنها غير مهتمة بذلك. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل 1231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأفادت الوزارة أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة إلى 33,947 مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات 346 حالة.